السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده هنتكلم فيها ان شاء الله عن الحلقه الاولى من الموسم الثاني لمسلسل حب بلا حدود. بس قبل ما ندخل بقى في حلقتنا النهارده يا ريت تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. ولو حابب كده تتابعني على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك هتلاقي اللينكات كلها في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. بدون ادنى شك مسلسل حب بلا حدود الموسم الاول كان من احسن المسلسلات الموسم اللي فات، يمكن هو احسنهم على الرغم من الضربات اللي حصلت له في الاخر كده، الا ان هو يظل ان هو المسلسل الافضل الموسم اللي فات على الناحيه الدراميه، وده بسبب ان المنافسه كانت ضعيفه نوعا ما، ما كانش في مسلسلات قويه معاه، ولكن المنافسه الموسم ده قويه جدا، ده كفايه دخول العبقري معاه في السباق. فهنا في تحدي كبير جدا لمسلسل الحب بلا حدود ان هو يواصل على الريتم، وخصوصا ان هو بيتعرض في نفس عرض القلب الاسود كمان تقريبا، القلب الاسود عامل اداء حلو كمان، فكده في تحدي كبير جدا. ده يعني خلينا برضو نتكلم عن التحديات اللي بتواجه الموسم الثاني قبل ما نبدا في الموسم الثاني، عشان بس يعني لو لان احنا هننتقد بعض الانتقادات البسيطه كده دي تعتبر تبريراتها، فخلينا نبتدي بالتبريرات دي الاول. مبدئيا مسلسل حب بلا حدود كان يعني مقرر له كده ان هو يتعمل موسم واحد فقط، فبذلك طبعا حصل في مط في الاحداث، فالمسلسل حصل له دروب كبير جدا في الاحداث الباقيه منه، والاحداث الحلقات الاخيره تقريبا نقدر نقول من 5 لـ10 حلقات اخرى من الموسم كانوا ضعاف جدا جدا، وده لان حصل تمطيط كبير جدا في الاحداث اللي هتاخد موسمين. انت عندك احداث الموسم ده كله كانت من المفترض انها تكون في 10 حلقات فقط من الموسم الاول ككل. التحدي الثاني هو الممثل اللي مثل معانا دور رضوان ليتو انفصل تماما قبل بداية المسلسل، وده انفصال مفاجئ مش انفصال مكتوب، وده هو بسبب رغبة الممثل، ودي معلومة اكيدة 1000000%. هو الممثل مش عايز يكمل لان خلاص دوره نوعا ما كان هينتهي، يعني دوره كده كده كان هيموت، بس موته كان قدام شوية، فده اربك طاقم العمل وبشكل كبير. فاحنا عندنا تحدي كبير جدا للموسم ده ان هو يقدر يلملم يعمل قصة جديدة مغيرة للقصة اللي هو كان المفروض هيمشي عليها في الموسم الاول، وده صعب جدا جدا. عجبني ان هما ما تفلسفوش ودخلوا في الموضوع على طول، يعني جاب لك بعد الموضوع ب 40 يوم او اربع شهور، بعد ما الاصابه حصلت باربع شهور، وطبعا كانت انتشرت اشاعات كثيره ان وانا للاسف رددتها، لكن انا كنت متوقع انها من مصدر رئيس رسمي يعني. قال لك خلاص ان الاحداث هتتنقل اسطنبول واعداء اسطنبول جداد، وان خليل ابراهيم هيتم خطفه عن طريق يعني الدوله، وكل الكلام ده طلع اشاعات وفاكس في الاخر يعني، فهم كملوا من حيث وقفنا. الراجل مكمل حياته مع ديدام، وقشطه رضوان ليتو نديمه بتقتل رضوان ليتو بالخطا بعد ما كانت عايزه تقتل يعني غمزه اللي حملت في توأم من رضوان ليتو، عايزه تخلص منها عشان طبعا يعني كبرياء نديمه ازاي رضوان اتجوز عليها وعيله صغيره. خلينا نكون عارفين ان العدو القادم معروف هو خلاص اسكندر اللي هو المفروض ابو غمزه، وبنكتشف كمان ان داوود يعتبر شغال معاه من البدايه، وهو مزقوق على خليل ابراهيم ان هو يبقى معاه ضد عائله ليتو عشان خاطر في صالح اسكندر. فانت كده كده عندك كل العناصر موجوده دلوقتي حاليا، عناصر ايه؟ كلها تبع العدو الجديد، يعني عندك خطه خليل ابراهيم طبعا ان هو ضد العدو الجديد كده كده يعني، وبموت رضوان ليتو يعني اسكندر كده استحوذ يعتبر او دخل الساحه رسمي كده. فزي ما شفنا في الاحداث ان هو فكره يعني بينصاع لاوامره ايا كان اللي هيقول، لان نديمه اتورطت في الموضوع، فحفاظا على امه هيسمع كلامه، ويعني اسكندر بيطلب طلب يعني غريب جدا جدا او طلب مفاجئ بالنسبه لنا كلنا، وهو انه يجوز ابنه لمين؟ لزينب. وزينب انها خلاص حاولت ترجع لخليل ابراهيم بكل الطرق، حاولت تبين له انها ندمانه، ولكن خليل ابراهيم الايجو عالي قوي عنده مش عارف حب ايه ده، بيرفضها، والراجل كده كده خلاص مختار المهمه كده كده عن الحب، وهي بتوافق. وهنشوف انضمام قوي جدا الحلقه اللي جايه اللي نزل في الاعلان للممثل براق، لو قلت الاسم صح انا فاكر اسمه على فكره، براق مش فاكر براق ايه، بس هو براق. انضمام الممثل ده قوي جدا، كان قدم طبعا السنه اللي فاتت مع في هذا العام ليا سعوني، واللي قبلها في مسلسل المؤسس عثمان جوكتوخ، شخصيه قويه برضه، فالممثل رائع بالنسبه لي واضافه قويه جدا، ده غير ان ممثل اسكندر اضافه قويه جدا جدا للاحداث. زي ما قلنا اسكندر كان من البدايه هو على علم بكل حاجه، وانا ما توقعش ان
غمزة خلعت من وراه، لانه ما جابوا لنا الموسم الاول ان غمزة بتسعى وراء المال، في حين ان انتي ابوكي غني جدا برضه، فما اظنش ان هو اظن ان هو على علم بوجود غمزة مع رضوان وليته، ودي من خطته ان هو عايز يستحوذ على كل حاجة. فده اظن ان دي خطته من البداية، وان هو مش غضبان على غمزة ولا حاجة، وده هيبان معنا في الحلقات اللي جاية. نفس الوقت داود بيسعى بكل الطرق، بيسمع كلامه، بيوفق الدنيا كلها مع بعض، بحيث يخلي ديدام تربط خليل ابراهيم، بحيث ان هو يقتل خليل ابراهيم كمان، يبقى كده تخلص من الجميع والساحة فضلته. فكده خلاص احنا عندنا العدو ده مين؟ هو اسكندر. يعني على فكرة انا كنت مرتب الحلقة في دماغي ترتيب تاني خالص غير كده، بس هي طلعت معايا كده، فكويس انها طلعت كده، ان كان باقي الكلام كله هيبقى انتقادات، لان بصراحة الحلقة فاضية جدا جدا، تحس ان هم حصل في تسارع فصوروا اي مشاهد كده مع بعضها وطلعوا لنا حلقة اولى وخلاص يعني. بس برضو نعطيهم العذر، لان الممثل اللي قايم بدور خالد ابراهيم كان في عملية بسبب اصابة كبيرة، وباين على شكله على فكرة، باين ان هو خاسس وبشكل كبير جدا، ده بسبب العملية ان هو عملها، بس هي نفعت دراميا بالاصابة اللي جت. بيدخل معانا في الاحداث برضو عائلة كيكا، هم قتلة مأجورين، وده كان تم التنويه ليهم في الموسم الاول، ولكن ما ظهروش، بيظهروا لنا دلوقتي عن طريق اتنين، الريس موسى ويحيى، اتنين اخوات مسكين العيلة بتوع القتلة المأجورين دول، ودول اللي خلوا اصلا وضغطوا على فكرة عشان خاطر فكرة يعمل ايه، يعني يتنازل لاسكندر، واللي هيطلع في الاخر برضو هم تبع اسكندر. فاسكندر من الواضح ان هو قوي، وشخصية الممثل اصلا قوية، فاكيد هو الممثل ده منضم على شخصية هتكون قوية جدا جدا. فاحنا دلوقتي رتم الاحداث معانا هيبقى عن طريق ايه، في خطين دراميين، بخط العداوة اللي هنشوفها ما بين خليل ابراهيم وبين اسكندر، اللي خليل ابراهيم طبعا هيبقى بظهر فكرة زي ما قال لاغوص، خلاص كده انا هنسنده وهنبقى معاه، فيبقى خط العداوة ما بين خليل ابراهيم وبين اسكندر، وفي نفس الوقت خط الدرامي الرومانسي اللي هيبقى ما بين خليل ابراهيم وزيدان في ناحية، وطبعا زينب وابن اسكندر اخو غمزة في ناحية تانية، التصادمات اللي هتحصل ما بينهم هما الاثنين، وده اكيد طبعا هيبقى مدينا على حتة ايه، التصادمات اللي هتحصل على الاساس والقصة الاساسية. جيتم للحق راح هقولها، انا مش متفائل بالموسم ده من مسلسل حب بلا حدود، حاسس بالريتم ان هو هيبقى تكرار وبشكل كبير، هيبقى نفس التيمة. لو كنت رحت اسطنبول كنت اقول تمام ماشي، لو كان في حاجة مغيرة شوية كنت اقول تمام ماشي، على الاقل كنت سيب لي زينب مع خالد ابراهيم، يعني حاجة تدي باختلاف. فهنا في تحدي اكبر للمؤلف والمخرج ان هو يخلق لي اجواء جديدة او اجواء مختلفة لحب بلا حدود، عشان ما يدمرش المسلسل اللي كان بادئ بداية قوية جدا جدا. طبعا تفاصيل العداوة كلها هتبان في الحلقات القادمة. باقي المعلومات بقى، سما وطران اتجوزوا، عندك داملة وعندك عائشة، الاتنين اجهضوا اطفالهم من فكرة هما الاتنين، قشطة خلاص عملوها. تعاون نديمة مع داملة، يعني يا نديم، داملة طبعا مفكرة انها كده كانت بتقرب من النديمة فهتقرب من فكرة اكتر، ولكن حصل العكس. كل دي بقى تفاصيل موجودة معنا في الاحداث. وفكرة اللي لسه غضبان على شيتو ان هو سمع كلام زينب وساب التامر حي ما قتلوش زي ما هو امره، وتسامح زينب ولسه هيسامح شيتو قدام معانا، كل دي تفاصيل برضو الدرامية في الاحداث، ولكن الخطوة الدرامية الاساسية لسه ما بانتش، واللي اتمنى تكون قوية، لان طبعا مع الاعلان اللي نزل نفس الحاجة، نفس التيمة، اسكندر بيروح لخليل ابراهيم وخليل ابراهيم بيقول له اعمل اللي انت قادر عليه، نفس التيمة برضو. فزي ما قلنا اتمنى يخلقوا لنا اجواء يعني مختلفة شوية عن تيمة الموسم الاول، مش تبقى نفس الدخلة، نفس دخلة يلماز، نفس دخلة نهاد ماروتان، جو اللي اعمل اللي انت قادر عليه وبس، مش عايزين المسلسل يتحول لمسلسل صيفي وصراعات صيفية عن قصص حب فقط لا غير، لا عايزين الصراعات داخلية للقضية تمام، اللي هو خليل ابراهيم متبنيها اصلا. فاتمنى ده يحصل ويتداركوا الموضوع ده في اقرب فرصة، عشان المنافسة قوية جدا، لان حب القلب الاسود واخد الريت كله، ريته 5 والمسلسل 3، يعني حب بلا حدود 3، والقلب الاسود ريتمه عالي وممثلين اقوياء برضه، فانت داخل في منافسة شرسة، وده غير ان على المنافسة الريتنج الاسبوعي معاك العبقري، معاك ليلى، حكاية ليلى، ومعاك ليلى برضه، يعني في مسلسلات درامية قوية جدا موجودة، لازم يتداركوا الموضوع، لان هما كانوا رقم واحد الموسم اللي فات لضعف المنافسة نوعا ما، الا ان انت المرة دي المنافسة قوية جدا، فلازم يتداركوا الوضع في اقرب فرصة. ده كل اللي عايز اقوله في حياتنا النهاردة، في انتظار الحلقة الجاية ان شاء الله، يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقة، وريت انت مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار الحلقة الجديدة لما تنزل، وتقول لي رأيك ايه في الكومنتات، واشوفكم في حلقة جديدة باذن الله. عجبني ان هما عجبني ان هو متفلسف. يعني بسم الله، عجبني ان هما ما تفلسفوش.